مرحبا شباب الريبيلز، معكم هيمو كوك. اليوم جايكم فيديو جديد من كلاش رويال مال ريبيلز. ان شاء الله طمنين عنكم. اليوم راح نلعب الميجا ريج تشالنج. لقيت لكم استراتيجيات جدا قويه، راح افرجيكم هاي الاستراتيجيه، في كمان استراتيجيتين، ولكن هاي صراحه كثير عجبتني. طبعا اجباري تلعب بالميجا نايت، لو انه مش اجباري كان عملنا استراتيجيات مضاده للميجا نايت ماشي، ولكن الريج تبعه كثير قوي. راح افرجيكم هسه اللعب فيها، وصلنا فيها لست بخساره واحده. الاستراتيجيات الثانيه كثير مناح، ولكن يعني هاي المفضلة لأنه الوين ريت تبعها 83.6% وملعوبة أتوقع أكثر من 700 لعبة، فاستراتيجية جدا جميلة. قبل ما نبلش ما تنسونا من اللايك، إذا جاء قناة تبعنا سبسكرايب، وخلينا نفوت على أول جيم لإلا مال ريبلز. Let's see what you got. صح سيرجيكال جوبلين هولي. هاي أول جيم أكلنا بيض يا إخوان، متوقعش إنه هو، مش هو بعرفش. طبعا في فعلت المتابعين، فعلت الفيسبوك، رجعت شبكته، بس فيش حدا عم بيحضر. كم مين؟ اوكي نلعب هاي هون. ماشي رح العب هون الجوبلين كيج. طبعا الجوبلين كيج صح انا بلعب عليه وحده، وطي شوي الصوت عشان ما يكون كثير عالي. اوكي يا لعبه، نسحب بالفيشرمان هون، بعدين نلعب هذا هون. اوكي الحقير ما لف على الفيشرمان، المفروض يلف على الفيشرمان. اوكي في معه سكلتون ارمي، اوه بيكا يا ليل. اوكي بامكانهم العب جريف يارد دفاعي ماشي، ولكن الميجا نايت لانه معمول لريج راح يكون كثير قوي عليه ماشي. صار ناخذ ضربتين بس. اوكي تمام، في ما راح العب الجريف يارد، مش مستعد صراحه عليها. راح يترك يوصل البرج. اوكي اوه ترى في واحد زي هيك طلع لي وات ذا. اوكي هسه بلعب الجريف يارد ماشي، انه هاي بدي اخليهم هذول للهاي. سو شو راح يلعب؟ بويزون ورا بمين؟ اوكي اوكي ما دافع عنها، اتوقع ممكن يدافع عن السكيتن ارمي اللي ظلوا هناك. يب دافع جميل. ما راح اعمل اشي، راح انزل هاي هنا عشان يدافع عنها كمان ماشي. نسكر بالثاني كسير، ممكن ما يدافع. اوكي ما دافع. امرات السجلات الغالية ما مع اشي يدافع، يعني مش راح يلعب لك 7 كسير والله عشان يدافع عن هذا الحلو. سو حنضطر هون احنا نلعب دفاع قوي ماشي. اوه اوكي لايتنينج هسه هون. وات معك الهاي معكاش صح؟ اوكي بويزون عشان نقتل الهاي بس. اوكي راح البرج معلم. السرجات كثير غبية. مستحيل هذا سيرجيكال جوبلن. تمام ماتوا كل الهاي، كثير قوي ماشي. نعمل نفس الحركة، إذا لعب بيكا بنلعب له هذا. يب اسحبه فيشرمان، شكرا شكرا اللي عطوفتك. فيشرمان صراحة كثير قوي باللعبة هاي ماشي، كثير. اوكي جريفاد مش معنا، جي جي ويل بلايد. اللعبة البديهة يا اخوان، سيرجيكال جوبلين اللي لعبنا معه باللعبة طلع كوزا 7300، راح اعمل كليك بيت ماشي حبيبي والله. اوكي يا جماعة جود لك. ويتش اوكي ويتش ميجا نايت، خيل مع جاينت. حسيت في شيء غبي زي هيك. ضرب البرج صح؟ اه اوكي مرة ثانية. اوكي بدي افجره هسه. واحد اثنين ثلاث لعب اربعة في معه، تشكيلته كثير غالية. هاي خمسة. اوكي صراحة يسحب لي اياه هذا الحي حقير، بس رح يضلوا على الميجا نايت صح؟ والله ما ضلوا. اوكي اسرع راح اخذ البرج هسه، في كانتر بوش. في شرمان تبعي مات.
بموتش الميجا يا اخوان، بموتش البرج راح. يا اوكي ولكن اسمع، اعطانا فاليو من حرام بدايه اللعبه. يعني هذا ما سحب الجانت سكيلتون، في معي هاد مع حاد على الكلون ماشي، وطلعت الويتش من ايده، فبالتالي جانت سكيلتون راح يلعب لحاله. اوكي ما بعرف صراحه شو ممكن يلعب وراه، ولكن لسي في مع مينيونز الكترو ويزارد، الكترو ويزارد سوري ايس ويزارد، نلعب له هذا عليه. بعدين هذا هنا عشان هذا يرجع لورا صح؟ يا عشان اذا بدي اعمل الكلون ما يفيده. اوكي سو هذا ورا، اوكي بس اكتليه اكتليه بس، يخرب بيتي زي مع الريج بنقواه. انا بحس هذا التريبل ريج، يعني مش هيك الريج، انا بعرف الريج على هاي شو بيساوي. هذا مش ريج يا معلم، اكلنا بيض. اوكي واسحب لي على برجه. اوكي والله ما فيش داعي يعمل الهاي يا ما في داعي. اسحب لي اسحب لي اسحب لي ان شاء الله اسحب لي. حلو حلو الفشر، ما مش راح نلعبه من نهايه البرج اجين، مستحيل نلعبه. راح نكثر ميجا نايت يا معلم باللعبه هاي. احا نط يا عم، اوه ما وصلش. هاي هون المجنات مش بايده صح؟ راح اعمل شيب دمج فيش الا هيك معلم. اوه كبس كبس جي جي. اوكي معلم المجنات اذا وصل البرج خلاص جي جي ويل بلاي ات سن. في معي جرب اخوان. اللعبه اللي بعديها ضد ام يو دبليو تي قصدي. اوكي جود لك مان. جوبلين كيج عالي صاحب، ما بجيب الهوك بس اي شيء ثاني بجيبه على النص. سباركي اصلا معي الكترو ويزارد ماشي. اوكي الكترو ويزارد اخر التشكيله، لعنة الله عليك. برج راح معلم، معمول له ريج هذا. اوكي في مع سبارك اثنين ثلاثة بس، ولا ثلاثة شغل اربعة اربعة شغلات لعب بس. وات اربعة صح؟ وخمسة ما راح العب جريفيارد. اوكي ستة اوكي هذا راح يموت، نلعب له هون نطلع من ايده كارت ماشي. لعب زاب اوكي قديش عدينا نسيت. اوكي ميجا نايت من ورا بس هذا راح يسحبه، التشارج راح تروح. اوكي اذا لعب سباركي، اوه والله ما لعب سباركي مان. اوكي اتوقع اضليل اللي راح تكون لعب الويزرد. اوه يلا يا عمري يلا يا عمري يلا يا عمري يلا يا عمري، بس بدنا برجع يا عمري يلا، بس بدنا اياه نعمل كمباك يا عمري ان شاء الله كمباك. معنا 30 ثانية. اوكي اوكي
حلو. جرافيات كثير سيئة. سبارك كثير سيئة. اسحبه يلا نط 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 يا زلمة. هذا اللعب. تعال هون انت. تسلوا فيه شوي انتو. كم باك برو كم باك. اوكي كمل اللعب. فيشر مان قوي قلتلكو. اوكي ما راح نتايس الا انت انا لانه شكلي صار غبي نوعا ما. اوكي هذا بيجي هون بعدين بيجي هذول هون. ما راح نلعب لهاي كذا لانه معك سير. اوه حلو خلاه يوصل. جي جي مان جي جي برو. تمام سوى منا كم باك اسطوري باللعبة هي. نستاهل عليها اللايك صح؟ اذا شعرنا لك اعمل لايك. اوكي اللعبة بعديها ميجا نايت جود لك برو كاسد قهوة. سو الميجا نايت بيجي وراه هنتر مع فيشر مان زي الرويال جين تقريبا باللعب. تأخرنا فيه يا تأخرنا فيه مش لازم ياخذوا لي ضربة. يلا بسيطة. سو بلعب لوك بيت. اوكي جود فاليو للبويزن. هذا حمار لعب معلم. هذا حمار لعب لعب يا اخوان 4 7 8 لعب 9 اكسير 9 لعب. وال تخيل يرد يجي يلعب على هذا الشيء حاسه راح يعملها. اوكي معقول قد معك كثير اكثر مني او قد يعني مستحيل صح كثير لعب كثير. مش مساوي يلعب الميجا نايت. اوكي هيا تعال هنا الناس راح يجيك كاونتر بشهي. يلا يا بيبي راح البرج. ثانكس برو. حلو كمان 2 اكسير على الفاضي. بالله تحط الماجيك ارشر ورا راح احبك لو تحطه ورا. يلا يا زلمه حطوش هسه حطه. يا اخوان حطه بعد ما خلص لازم كلياتها. طبعا هذا راح يضل بايدنا ماشي عشان البرل راح يلعبه. فيشر مان اسطوري معه. اوكي مشترك ياد صح؟ يا على البرج مباشرة. نسايكل نعمل ريست بالجوبلين كيج ميجا نايت. راح العب عليه ميجا نايت معلم لانه معمول له ريج. لو انه مش معمول له ريج بسحبه ماشي بالفيشر مان. ما في داعي العب عليه كمان ميجا نايت ثاني. بطلت تقتل لي هذاك العرصة صراحة بيضايق شوية. حلو خمس كسير لعب. حلو حلو طلعك لعب كسير زي هيك معلم. اصلا طلعت اللي هاي مني بس اذا لعب برل. اوه ما لعبش برل. شايفين الحلاوة؟ دفاع عليك. اوكي دوشي ناخذ البرج. يلا بسيطة جيجا. البرنسس تاور 400. لو رحت على برنسس تاور الطق كان مكان اخذته. جيجي مان بجيب لك بلايد. واخر جيم معنا لليوم ضد عمون كاسا دي بابل. حدا حضره منكم؟ هذا البروفيسور. والله هذا معلم مستعجل على اللعب. اوه الجريفات مش معي يا زلمة. اوه سايكل سيء. لو كان مع جريفات كان بشيت عليه. طيب لعب هيك
واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة. هذا غلط، هذا غلط. أوف شماله يا زلمة مستعجل. صدوا ولا اخوان صاير كثير زبالة كان بداية اللعب. ماشي المجانيت اللعب عليه مجانيت لازم، وهاي بنلعب عليه جوبلين كيج بربي، هذول بنلعب عليه. اوكي خلص ماشي، الفيشر مان بنلعب بدل الهوج. خلص هيك اخوان دفاعي اسطوري هسه انا، وصرت بام البطاقات يا زلمه. هاي بنلعب عليه هنتر كيز. اذا لعب مجانيت مجانيت، اذا لعب هوج نلعب فيشر مان. خليه يفعل يا زلمة، بلش يشتغل الهنتر هسا دوري. أيوة يسلم ايديك يا بيبي، وعمل ريست من ورا يعني سايكل كثير سيء، ما زبطش ابش فيه زي هيك. اوكي حلو لعب الباتس، توقعت بيلعبوا مرة الهاي. مش راضي يهديني هذا. ربيت يا زلمة. اوه اخوي شو كان بيساوي هذا؟ لعبه كثير غريب. بدوش يدافع. لا لا الله يقرفك. يا اخوان فجروني البرج هذول الثنتين. خلاص جاني يرحم امكم، خلاص يرحم امكم خلاص. اخوان ولا لعبة لعبة اصلا. خلاص وكفي يرحم امك. لا لا اسمع لعبة التاريخ. ماري بيلز اسجلها قدامكم، ما في لها كثير كاونترات، صح فيها شويه الجندريات ولكن اتس اوكي. اذا كنت الفيديو ما تنسون من اللايك، اذا جاء قناه تعمل سبسكرايب، حتى لقاء الاخر بليز ستي الايف. اند بيس اوت. نايس.